تشتغل تحب الشغل والشغل يحبني والشغل يحبك كده وتلاقي الدنيا ونتجوز انا هو ونخلف كتاكيت صغيره ازاي بقى انت كده بتهزر بقى لو خلاص قول مالك يا اس بتعمل ايه تحت بصلح العربيه بتصلحها في مالها عيانه عندها ايه بتعمل ايه تحت لا قول لي بتعمل ايه تحت بس فهمني بعدل الطاره بتعدل الطاره هي مالها الطاره معقوله عايزين نظبطها لا ده ايه يا معلم ايه باشا ايه ينفع كده ده عبيط ده مش عبيط ده عبيط فول لا بيعرف ده شاطر لا مش بيعرف هو قاعد تحت بيعمل ايه اوعى ده انا كلمه اوعى بيعمل ايه يا زلمه خلصت خلاص خلصت ايه يا حبيبي اقول الله ايه ده كنت بتعمل ايه كنت بصلح العربيه صلح العربيه عملت فيها ايه تحت كنت بلعب بتلعب بتلعب في الطاره حد انا قلت لك تلعب في... خش يا حاج تعال مش انت قلت الطاره معوجه خش معلش يا مؤاخذه يا عم معلم تعال نجرب ايه زيك نجرب بقول عايزين نجرب الطاره لسه ايوه اركب حط ايدك هنا حط ايدك هنا يا باشا ايه تعبان عيان عيان عندك فكني إيه؟ فكني خلاص اسمك ايه اسحاق مجانين ايه يا عم معلم عملت ايه اتظبطت ولا لسه اوعى هو انت معلم كبير انت راجل ميكانيكي يا جماعه الطاره عندنا كانت معوجه هو ظبطها عشان احنا ما عندناش حاجه اسمها عشان احنا ما عندناش معوج صح ايه جو حر تكييف اهم حاجه نتكيف يا صاحبي قول هاجي لك يا روما بقول لك ايه المهم اتظبطت كده ولا لا اتظبطت اوعى بلاش يا علام لا ده انت قصتك كبير قد الدنيا مين الراجل اللي كان تحت ده اسحاق وبعد كده الحق كان بيعمل ايه تحت يا عم يا معلم قول لي كده كان بيعمل ايه بس عشان فهمني وفهم الناس ايه كان بيظبط الطاره واتظبطت ولا ما اتظبطتش اوعى يكون ما بيعرفش يا علام يا علام ايوه قول لي الطاره كان فيها ايه الطاره دي كانت معوجه وانت ايه ظبطتها اهم حاجه لا مش عاوزين حاجه معوجه عايزين الظبط ظبط الاداء ده اهم حاجه قول الله عندك اطفال عندي اسمهم ايه دودو زيك يا دودو بابا بيحبك قوي دوريا زي هولندا دورياندا بتحب الوي خالص بجد دورياندا قول يا سلام فين بطوط انا عايز اروح لبابا تعال نسلم عليه كل سنه وانت طيب حبيبي احلى راجل في الدنيا مساء الخير صان طيب اضحك يا جدع اضحك الدنيا حلوه ايوه اكيد اضحك يا سلام هما بيضحكوش ليه مش عارف زعلانين يا عيني هي هو في حاجه تعال نسلم على الاسطى عماد فين عماد اهو اسطى يا اسطى عماد ازيك حبيبي ازيك يا باشمهندس سلم عليا الله يخليك زي حضرتك ربنا يديك الصحه فاضل هندسه حبيبي لا من حبيبي ازيك سلام ايه يا عم وانت ظابط ولا الراجل خاف قوي الراجل خاف جدا هو انت ماسك عليه حاجه قول لي دودو كل سنه وانت طيبه لؤي دودو كل سنه وانت طيبه قول لي دوريان ده بابا بيحبك قوي دوريان ده لؤي دوريان ده انت هتنام بقى دوريان ده تشيك انت هتنام لا خلاص طب شوف كده بس الطلعه ظبطت ولا لا لا انت كده شكلك هتنام يا عم شوفها بس خد لك لفه بس لا سيبها كده مع نفسها هي شوفها ايوه بترمي ناحيه الشمال اوعى تكون ما اتظبطتش لا علام لا ما تخافش علام ده انت علام قوي لا علام صحابي انت مش هتسافر لؤي انا عايز اروح المريخ فين دي مريخ جنب الكره الارضيه ازاي دي عشان اصلا انا مش انسان انا دبدوب ايه ده يا جدع انت ما تعرفش ايه ده انت خضتنا لؤي ليه لا انا اتخضيت طب دلوقتي عايز اسالك سؤال ما انك ميكانيكي قد الدنيا دلوقتي لما باخد المطب في كده حاجه بتحك تحت دي ايه دي اللي بتحك دي تقريبا اللي بيحك تحت كده او ما تاخده طق ايه دي هشوفها لك لؤي لا ايه دي بقى يعني تسمى ايه ممكن تكون العلبه علبه ايه الدركسون علبه الدركسون ما في واحد بيقول لي المساعدين لا ايه المساعدين بيساعدوا العربيه يعني ولا ايه بيساعدوا العربيه بتضحك عليا بقى لؤي امال ايه يا جدع انت بيساعدوا العربيه دي لا انت كده بتعمل خلاص يا عم انا اسف يا جدع لا انا اسف لا ما تزعلش الراجل ده ميكانيكي قد الدنيا يا جماعه تروح المريخ ما حدش عارف يكلمك عيب عليك ده هناك ما فيش عربيات في طيارات على طول يا نهار ابيض ايوه طبعا انت ما تعرفش شو طياره لؤي عيب عليك
ازاي بقى؟ نفس العربيه بتدوس بنزين وفرامل، فرامل في الجو. اول ما تدوس فرامل في الجو الطياره تقع تتفنجر وتموت. انت سوقت طياره قبل كده؟ عيب عليك. طب في مطبات فوق؟ اه طبعا. ما ازاي بقى؟ اوبا شفت السحب؟ اه بتعمل كده. شفت الشلال لما انت تكون في الميه؟ اه مش في شلال بيخبط فيك؟ في ويكون في مطب؟ في. اه طب فوق بقى. بقول لك اربط حزام الامان. لا ازاي؟ اه بيقولوا صح. بيقولوا؟ تصدق ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان لو متنا بعيد عنك اه الحزام الامان دوت. أيوه؟ هيخليك امين لحد ما تموت. اه 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 هو احنا بنقول ايه؟ انت اتغيرت لؤي. ليه؟ لا لا ده انا حلو. لا لا لؤي اتغير. طب اقول لك على حاجه، انت ميكانيكي بقالك كام سنه؟ بقالي 15 سنه. 15 سنه مبسوط ولا لا؟ لا مبسوط. يا سلام. من ايه؟ من شغلي. يا سلام. بص يا جماعه، اهم حاجه يكون يعني اي حد المفروض يكون مبسوط من شغله، صح؟ انا مبسوط. يا وكده اه يعني المفروض. طب قول لي حاجه للشباب، لو حد مثلا ما بيحبش يشتغل تقول له ايه؟ لازم يشتغل. طب لازم حاجه بيحبها ولا عادي ممكن اي حاجه؟ لو اشتغل هيحب شغله. اه يعني هو بس لو يجرب يشتغل. اه شفتوا يا شباب، يعني جربوا يشتغل. ده بقى له 15 سنه في الميكانيكا، حب الموضوع. هو الشغل عيب ولا لا؟ لا 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 حتى يشتغل عيب. اي حاجه اي حاجه وبعد كده يحب الشغل يلاقي نفسه بيشتغل بس كده كويس وبميمي وينسى القهوه بقى. حتى لو سباك؟ اه حتى لو اي حاجه. يا سلام. سباك، محمود، ميكانيكي نج، اي حاجه بتاع تكييفات شغال. هو التكييفات هنا مش شغاله يعني. بص ما بتكيفش، نروح عند مين؟ عند روماني. روماني أوه. بيعرف يكيف. بطل. يا سلام شغال. اصل التكييفات هنا مش جامده قوي يعني. لا المهم يعني يظبط الاداء. روماني يظبطولك حلو الوقت. المهم بس الزوايا ظبطت ولا ايه؟ اه عشان احنا نظبط اكتر من كده. ايه يعني نراجع؟ بس نراجع على ايه؟ على الزوايا. يا سلام. يعني اهم حاجه نحب الشغل. أيوة. حبوا الشغل يا جماعه، الشغل ده مفيد. حتى لو طب اسالك سؤال تاني. لو الشغل مثلا اي حد اشتغل اي كلام مثلا اي حاجه واخد مرتب صغير، ده يتضايق ولا يفرح؟ لا يفضل فيه لحد ما المرتب الصغير يبقى مرتب كبير. يعني انت برضو بدات وانت صغير؟ كنت باخد 6 جنيه في الاسبوع. 6 جنيه في الاسبوع؟ الحقوا يا جماعه. ده يا جماعه مهندس قد الدنيا، اول مره اسمع الكلام ده. 6 جنيه وزادت بقت قد ايه؟ زادت بقى 250. يا سلام. حمد قول الحمد لله. شفتوا يا جماعه؟ يعني نبدا بالتدريج، يعني ما ينفعش نطلع مره واحده. النهارده انا صاحب مكان. ياس النهارده صاحب مكان، يعني كان بال 6 جنيه بقى صاحب مكان. يا سلام. ده انت شغال كمان؟ طب ما تشغلني معاك. لا لا اخد 6 جنيه. لا 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 وبعد كده اكون صاحب مكان عشان خاطري. لا لا. عشان خاطري ده عيالك بتحبني. هتستحمل؟ لا. لا يبقى تشتغل ازاي؟ اه صح. خلاص احنا قلنا كده بقى. ماشي انت تشتغل تحب الشغل. اه والشغل يحبني. والشغل يحبك كده وتلاقي الدنيا. ونتجوز انا هو ونخلف كتاكيت صغيره. ازاي بقى انت كده بتهزر بقى لؤي؟ خلاص بقى. انا ايه؟ لا لا ايه ما بتهزرش يا اخ. ايه لؤي حبيبي؟ الله. ده هو ده بتاع ايه؟ ده بتاع السنطره. ولا ده بتاع الانابيب؟ او ايه الانابيب ديت؟ بيصلح بيها العربيه. بيصلح بيها العربيه. عربيه مكسوره ولا ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ ما تلفي من هنا يا استاذ. ما لفتش ليه يا عيني؟ ايه ده؟ بكر يا بكر حبيبي عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا راجل؟ قال لي يا راجل. ما انا راجل كبير قوي وانا راجل صغير. ايه يا كرامي حبيبي عامل ايه؟ تغبني يا ابني. بقول لك ايه، انا عايزك تاخد لفه بالعربيه بعد اذنك عشان بص، عشان فيها تكييفات، عشان التكييف عندي بايظ. التكييف عندك مسكر زيك. طب تعالى كده معلش بعد اذنك، تعالى لف بعد اذنك ارموني رجاله. قول ازيك عامل ايه؟